ازيك عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. معاكم منى من قناه خس النص مع منى وبس. لا اول مره تشوفيني، ما تنسيش تشتركي في القناه واللايك والشير وتفعيل عشان يجي لك كل جديد. النهارده ان شاء الله يا بنات هكلمكم عن مشروب حلو قوي جربته. في بنات كتير قالت لي يا منى احنا عايزين مشروبات والكلام ده كله، فالمشروب ده ان شاء الله باذن الله هيعجبكم جدا. هو القهوه الخضراء، بس هو طبعا فيه مكونات هوريها لكم طبعا في اليوميات النهارده ان شاء الله. انا هاخده كسناكس، فان شاء الله يعني تجربوه. هو حلو وفعلا بيجيب نتيجه حلو، يعني تحس ان هو كده ايه جسمكم بقى نشط. هو فعلا فيه مكونات نسبه من ما يعني بتعلي الحرق، فعايزاكم تبقوا تجربوه برده، فهوريه لكم ان شاء الله النهارده. ده اول حاجه. تاني حاجه بقى يا بنات، في عايزه اقول لكم على موضوع الجروب وايه اللي هيتم فيه ان شاء الله. انا كل اللي هعمله ان انا اخترت العشر بنات النهارده، هختار العشر بنات ان شاء الله اللي بعتولي على الواتس. وعايزه اوضح نقطه كمان، ان هو مش جروب، هو انا هتابع كل واحده لوحدها وهدعمها نفسيا لوحدها وهبعت لها نظام يناسبها هي لوحدها. ده مش عشان انا دكتوره، ده عشان خبره 3 سنين تخسيس و3 سنين جربت كل حاجه وعرفت كل حاجه، وطبعا من دكاتره مش مني انا ولا من دماغي طبعا خالص. فده بالنسبة لموضوع الواتس، انا مش عاملة جروب يا بنات، هو هتابع كل واحدة لوحدها، وده هيكون افضل ليكي واصح ليكي. وان شاء الله ان شاء الله لو مشيتي على كل اللي هقولك عليه باذن الله تعالى هتخسي معايا، تطلعي من شهر 12 تكوني خس حوالي 8 كيلو على الاقل ان شاء الله. بس طبعا لو انتظمتي طبعا معايا، ده بقول بالنسبة للبنات اللي اخترتها معايا. هو انا هختار 10. انا ليه قالوا لي ليه منى مش اكتر من 10؟ عشان اعرف اتابعكم بضمير واعرف اتابعكم صح وما اقصرش مع حد خالص، زي ما حصل في الجروب اللي فات اللي كنت عاملاه كان كتير وما كنت بحس ان ناس كتير ما بتستفادش، عشان كده الجروب برضو ما كملش ان هو ان انا اقدر اتابع فيه بصراحه، ما قدرتش لان كان العدد كبير جدا يعني. فهو ده كان السبب الرئيسي في ان انا ما كملتش فيه، هو سبب العدد. عشان كده خدت 10 بنات بس. وعايزه برضه اوضح حاجه بقى للناس اللي معايا في الواتس، اللي هيبقوا معايا ان شاء الله في الواتس في اول شهر 12. لو انا اتاخرت في الرد، لو انا اترديت عليكي متاخر، ده طبعا كلنا نعذر بعض لان كلنا عندنا بيوت واولاد وكده، فطبعا بيبقى لينا وقت محدد. وانا كل ده هفهمه لكم على الواتس، وهبعت لكل واحده رساله التفاصيل وايه اللي هيتم باذن الله تعالى. بس كده حبيت اوضح النقط دي. وعايزه برضو النهارده اقول لكم بقى على المشروب اللي قلت لكم عليه واوريه لكم. وبس كده، واستنوا بقى بكره فيديو ان شاء الله هيكون حلو جدا عن هديه كده جات لي وبتاعه كده، فاوريها لكم بقى بكره ان شاء الله يعني باذن الله. وبس كده، وتعالوا بقى نشوف النهارده يومي ايه واخبار ايه وعملت ايه، وتعالوا نبدا بينا يومنا النهارده. يلا بينا نبدا. صباح الخير يا بنات، انا دلوقتي عملت كده سندوتش توست بالجبنه التركي، ما فيش عندي خيار وكده خلاص، فهجيب خضار النهارده ومعايا كوبايه نسكافيه. واحلى صباح عليكم. بصوا بقى كده النهارده يا بنات، ان شاء الله الغدا انا عملت ملوخيه والفراخ دي، بس حطيت عليها نقطه زيت ودخلتها الفرن، ودي شوربه. تمام، بصوا الشوربه انا حاولت اشيل منها الوش وظبطت معايا شويه يعني عشان سخنه. والملوخيه هاكلها بالمعلقه ومعاها الفراخ. تمام، بس كده مش هدخل عيش مش هدخل رز، هيكون ده غدايا باذن الله النهارده. وبعد كده بقى هشوف هتعشى ايه ان شاء الله النهارده معاكم، وهاكل سناكس ولا لا، كل ده ان شاء الله هقوله لكم طبعا. فهروح بقى دلوقتي اتغدى، وبعد كده ان شاء الله اشوف ايه باقي اليوم مع بعض. بصوا كده يا بنات بقى، هي دي القهوه اللي انا بكلمكم عليها، القهوه الخضراء من بن شاهين. دي هايله هايله، انا كنت بجربها الفتره اللي فاتت بس ما رضيتش اقول لكم عليها غير لما فعلا احس ان هي فعلا حلوه وتستاهل ان انتوا تجيبوها ولا لا. هي شكلها كده الباكت ده اللي هو بيعمل كوبايه واحده، دي عامله الكيس ده عامل 13 بتاع ده 3 جنيه ونص، 13 ايه 3 جنيه ونص اهي زي ما انتوا شايفينها كده. عايزه بقى ايه اقرا معاكم المكونات. بصوا المكونات بقى، الكيس بيحتوي على ايه؟ بن وهيل اللي هو الحبهان وجنزبيل وقرنفل.
تمام. هي دي مكونات القهوة، والمكونات دي فعلا فعلا بتعلي الحرق، زي الحبهان والقرفة والقصدي القرنفل وطبعا الجنزبيل كلنا عارفين. فعلا هايلة وجميلة جدا، وانصحكم ان انتوا تجربوها، وهتحسوا فعلا ان انتوا جسمكم كده بقى فيه باور كده شوية. فاتمنى انتوا تجربوها وتقولوا لي برضو رأيكم ايه، عملت معاكم فعلا حاجة ولا لا. وده الكيس اهو، تجربوه، مش لازم تجيبوا الكبير، هاتوا بس الصغير الاول ب3.5 جنيه، جربوه وشوفوا برضو ايه الدنيا معاكم، وتعالوا بقى نشوف هنعملها مع بعض دلوقتي. بصوا كده بنات بقى، هعمل معاكم انا القهوة، انا هاخد هنا 2 تمراية معاها، تمام. هعمل ايه بقى؟ هملى هنا اهو كوباية مية، والقهوة اهي حطها. عايزة اقول لكم ريحتها فاقعة بطريقة فظيعة، كل الأطعمة اللي هي اللي فيها. وطبعا هستخدم السكر اللي هو الدايت، تمام. هقلبها بقى كده، هشغل بقى عليها واسيبها لحد ما تستوي. بص كده بنات، هي خلاص تغلي، فانا هطفي بقى عليها قبل ما تغلي طبعا. اهي تبقى كوباية، كوب فيها القهوة اهي، بصوا لونها اهي يا بنات. عايزه بقول لكم ريحتها فظيعه فظيعه فظيعه، جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا. دي هناخدها كده اهو وجبه كسناكس، 2 تمره مع القهوه الخضراء، وعايزه اقول لكم ريحتها قلب المكان يعني. فبس كده، فهيكون ده السناكس بتاعي بعد الغدا ان شاء الله، هاخده بعد كده بقى ان شاء الله اشوف بالليل العشاء هنكون ايه مع بعض النهارده ان شاء الله. بصوا كده بقى يا بنات، ان شاء الله باذن الله العشاء انا هاخد 7 تمرات من ده، وهعمل كوبايه شاي بلبن، تمام. انا طبعا بعد ما شربت القهوه وخلصت يوم الحمد لله، فانا هاكل دول بعدها بساعه كده ولا حاجه وهنام ان شاء الله. فده يومي. عايزه اقول لكم القهوه الخضراء حلوه جدا، جربوها، بس النوع ده اللي هي فيها المكونات اللي انا وريتها لكم دي، طعمها ما تخافوش، بس من الكيس الصغير ايه لو حلو وحش ما عجبكوش، فاهمين، صرتوش كتير يعني، مش هتفرق كتير. بس كده يا بنات، طبعا ما حدش يزعل مني لو حد بعت لي على موضوع الواتس، لو انا خلاص استكفيت بال10 بنات النهارده، ما حدش يزعل مني ان شاء الله. لو الموضوع جاب مفعول مع البنات وفعلا خسوا باذن الله، هاخد مجموعه مجموعه باذن الله كل شهر، وان شاء الله كلنا ننجح كده يا رب ننجح. ان شاء الله برضو كلنا ننجح ويوفقنا ان احنا نخس باذن الله ان شاء الله يا رب، ويوفقنا جميعا. وبس كده يا منات، واشوفكم بقى بكره ان شاء الله في يوميات جديده، وسيبكم في حب وخير وسعاده وراحه بال يا رب علينا كلنا. وهسيب لكم طبعا لينك الانستجرام لو حد عايز اي حاجه تحت امره، ورقم برضو الواتس. وتصبحوا على الف خير يا رب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.